ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد باسمه الأسماء والمختص بالملك الأعز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيلا ووهما، والباطن تقدسا لا عدما، وسع كل شيء رحمة وعلما، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أنفس الناس عرباً وعجماً، وأزكاهم محتداً ومنماً، وأوفرهم علماً وحلماً، وأرجحهم عقلاً وحكماً، وزكاه ربه روحاً وجسماً، وحاشاه عيباً ووصماً، وفتح به أعينا عميا وقلوبا غفلا وآذانا صما، فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما، وكذب به وصدف عنه من كتب الله عليه الشقاء حتما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين. وقال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظما، فكسونا العظم لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون،
ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني أخواتي، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى. أولا وقبل كل شيء، أنت أنا وحكلا أنا قد قلين أرتب المركة هو الرئيسة وإن السلام يا كل جين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجالا ونساء، إخوة وأخوات، وأدعو الله لنا ولكم كل جين إله من أبريا إنه وضبريا إنه نود مداف إنه جلسة سويمات كل سويمت سبب وغده. أولا وقبل كل شيء دم بداف، لأن دم بداف إن لقو دم بداف وحكوين ماله مغفرة وحكوين، وبعد الإسلام أذهليسها مجرا إن الله يغفر لك مجالست إلهي لقو حسينا وحيكمت هاي ما لها دم بدافك ليس غوبا لنقاضي في القرآن وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله نود من دافو مراد كأن الله نود سهله. ثانيا الإيمان له حلاوة، إيمانك حلاوة ليه؟ إيمانك حلاوة ليه؟ معانك ليه؟ معانك أسأم حلاوة ذا اسمها مد عربك اللي قد ريميو ردن أفكار لقد من يسيرة حلوة وكلئي وحلها المال ما وطعم أما ردن قلبي القدر ميوي بركة إيمانك أصل الإيمان نواجرة ثمار وإيمان كاسلية هي مراء أي كم تحي حلاوة الإيمان واجرة حلاوة الإيمان محلوه ليا نبي قال جواب عليه الصلاة والسلام وحيد صدح نكي لقاه له صدح خصلات وجد بهن بتلك الخصال الثلاث صدح ذاس وحكه لي حلاوة الإيمان إيمانك معانكيس أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الله ورسوله إلي أهذان وأكجعلي هي وحكستي جعيل كوذا وكهر مرينيو جعيل كستو جرا وخصلة كوباد أما صفة كوباد أما أرنت كوباد حلاوة الإيمان كل حال سينيس تلبادو حول النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحب المرء قفك إنه جعلاضو ولا لك جعلاضو لا يحبه إلا لله الله درت اسمه أقيه وحكى لئن سنجعلان يحبه لله فقط وحيكم انتهي أسبابته حلاوة الإيمان لقوه لا أردت سدحات وكره الكفر قال لماذا نعيب كذا وأن يكره أن يعود في الكفر قال لما يلودي بقول نغضه هدو قال لما وركي وركيم أما سقال لما يلودي بقول نغضه سنقال نغضه انه نعه
oo u kahdo sida uu u nacayo oo u kahanayo uusan rabin, isagoo soo jeeda in dab lagu tuuro, yacni qofka isagoo soo jeeda in naar daba la dhex geliyo oo ku dhex ololo, waa arrin yacni nacaybkeedu dabiici ah. Qofkastaa nacab ma jecla, waana muntaha aladaa waalalam. Sidaas si ka badan ama sidaas oo kale inuu u naco kufriga inuu dib ugu noqdo. Saddexdaa qofkii laga helay buu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam, wajada bihinna xalaawata aliimaan, iimaanka xalaawadiisuu helayaa. Xalaawatu aliimaan maxaa calaama u ah? Xalaamatu aliimaan waxaa calaama u ah xalaawatu aliimaani, iimaanka macaankiisa calaamaduu leeyahay qofkii hela. Wuxuu ku macaansanayaa oo dhadhansanayaa oon ka dhammaanaynin, uu jeclaanayaa inuu dheeraysto cibaadada rabbigiisa. oy koy ka tahay salaada. Al-Imaam Al-Xasan Al-Basri raximahullah wuxuu yidhi saddex shay ama saddex meelood xalaawo iyo macaanka raadiya haddaad ka heshaan, macnaha waa khayr baad hesheen, Allah idinku sii sugo. Wa ilaa haddii kale falbaabu muqlaq, albaabku waa xidhan yahay. Albaabku sheegaya kee waaye? Waa baabu lunsi billah, baabu listinaasi billah, baabu xubi illah, baabu dikri illah, dikriga ilaah inuu kuu macaanaado, inaad qur'aanka akhriskiisa. Saddex meelood, saddexdaas meelood maxay yihiin? Fii tilaawati alqur'aan, qur'aanka markuu qofku akhrinayo, markaad akhriyayso xalaawo iyo macaan ka dhexdayday buu ku yidhi ka raadi. Khaslada labaad, salaada. Salaada markaad ku jirto macaan ka dhex fiiri inaad helayso. Khaslada saddexaad ama arrinta saddexaad, fii dikri illaah, dikriga ilaahay. Qur'aanka waa dikri ilaahay laakiin si khaas u xusay, lannahu lahu maziyatun kubra. Marka khaslada saddexaad waa marka dikriga ilaahay, markuu tasbiixsanayo subxaana allah, alxamdu lilah, laa ilaaha ila allah, allahu akbar, istikfaarsanayo. Meeshaasna xalaawo ka dayday buu ku yidhi, macaan ka dayday. Saddexdaa meelood haddaad xalaawo hesho iyo macaan aad hesho, xalaawo qalbiga aad hesho, calaamadeedana waxaa ka mid ah sida dee ay maxsuusba u tahoyo bani aadamka shayga uu macaansanayo uu jecel yahay inuu sii dheeraysto, yacni inaad sii dheeraysataa jeclaanaysaa. Jalsada qur'aanka inay kaa dhammaato ma ogolid, ma rabtid, naftii baa diidaysa, naftii baa ku macaansanaysa, dikriga ilaahay baa kuu macaanaanaya. Macaan iyo xalaawo waxaad ka helaysaa aan dibadaha laga helin, macaan aan afka laga dhadhamin, macaan aan horey loo sheegin, macaan aan meel ku qornayn, macaan aan dukaan laga iibinaynin, macaan ayna dawladuhu samaynaynin. Waa macaan iyo xalaawo mabnuux min allah, allah rabbul caalamiin uu qofka siinayo weeye. Hadduu siiyana waa janna mucajala, waa jannadii aakhira macaankeedii macaan ka midahoo loo soo hormariyay adduunka intuu joogo. Waa macaanka dadkii helay ay dhaheen hadday ogaan lahaayeen boqorada adduunka macaanka aanu ku jirro habeenkii markaan rabbigeen la munaajoonayno oo salaatulleylka aan tukanayno, macaanka aan helayno hadday ogaan lahaayeen boqorradu waynagula dagaalami lahaayeen, seefuhooda say nooga qaataan. Laakiin ma oga iyaga waxay wax kale ku macaansanayaan, hurdo iyo sariir fiican iyo waxyaalo kale bay ku macaansanayaan, lama ogaysiinin. Allahu akbar. Wa macaanka sayid alawaliina waalaakhiriin salawaatu llahi wasalaamu calayhi, markuu salaada uu istaagay, habeenkii markuu uu istaago ay lugihiisu qadamkiisu salawaatu llahi wasalaamu calayhi ay dildilaaceen min tuuli qiyaamihi, markii la yidhi maxaad sidan isugu galaysaa yaa rasuul allah, uu ku jawaabay afalaa akuunu cabdan shakuura, lianna min calaamaati xubi alcabdi lirabbihi xubu shukrihi an yashkur rabbahu, waan ogahay in ilaahay ii dambi dhaafay, walaakin miyaana jeclayn inaan noqdo addoon shakuura, wa min shukri illahi linicamihi inuu jeclaysto.
ومعانك النبي صلى الله عليه وسلم وبلال كور الجري أرحنا بها يا بلال صلاة النقر راحي شتان بينهما ألا فرق أرحيا كلفقا مت صلاتي تكنية ومسلم تكنية لكن وحو صلاتي تكنية إنه يعني فرضك يسكرده فرضك إنه يسكرده إيه أن صلاتي كم عن سنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال مركا إنا نو وحلنا نقبها هي كل قيل الله من علينا بالإيمان إله إيمان بو نسي إله مسلمين بو نقد الله رب العالمين قرآن كي بو نو إلى لي أنه هينا بين أيدينا شوف النبي وأخري جري عليه الصلاة والسلام حرف كما مغنى وها موجود كلام الله عز وجل وحال نقدون يا إنا أنبارنو ونراذنو معان كاس أيا لا نقدون يا أسباب تي لبوه للهانا ولا نوشي علامات كينا وين مغضا هذا صلاة عصر أنك صبحني أنا هذا أسكب الله بو أنت يقول دبت تكنيسي يا معان هلي صلاة عصر وحمعان هلي الشيخ حسن بجر فرت تاقي زمة ما شاء الله زادك الله انت انك لنا الله نسي يا مركو قرآن كأخرنا يا معان كدحلا في واحد يتلذذ بالقرآن فاسمعوا مركز دقيسة تدكي قرآن كمركي أغرني بسبب حلاوة الإيمان قرآن كودا دمي وصلاة كودا دمتي سفوين كودا مغلا أرت الله رب العالمين وحكس في ذلك إيقا في كتابه قال عنهم جل جلاله إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون إذا ذكروا بآيات ربهم خروا سجدا من الله مركي ربي قد آياته سل حسوسي ما بنسين كرام بيخرون لله سجدا ربي قد بيسجود للكول العيان لوجوههم وسبحوا بحمد ربهم يسبحون بحمد الله تعالى وهم لا يستكبرون ربي قد عبادتي ايش كبرين ما يعني تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تتجافى جنوبهم عن المضاجع لا إله إلا الله والله وللأسف الشديد وأيان الروي إن أنا إذا أخرينه وأن الإشوي دينين ما كسفوني سفوين كاو إلهي كسفين ضد كاو جعليه يجعل هذا حلاوة الإيمان هلي تتجافى جنوبهم عن المضاجع مضاجع ذا ما يشاء أي كجيفان أما دنع أي أجيفان أما فراشك أي كجيفان يجا نحذو ذا جفوة مريسة جفوة وإن جيك وكل إن جيك يعني بمعنى لين عائلونك كهيين أما جيف كي أي كجرين هرددنا ومن أحب الأشياء إلى الإنسان شيء هو جعلها حلو هو جعله كم عن سدي كم تاعي هرددا أي جا أي كجران ويكسو بوديان يعني. ماشي أيدنا حكوا هيين يا يجا وبسدي بيئ وصور ده قليل أما نن قضح كجي فوق هلا جفوة ذا نحمر يسدني عيسى يفراش كيسة أو كلا أي كسر رفسنا يانا وكسر كعيا يعني سيدا أنو كلا مركي صلاة الله نو كعنا يو هردد إشكو مسجد ده جنا يان معانك هردد مسجد ده دريم يان مسجد ده مسنا يان مركيبا سيدا قف فراش كيسة وحن أو نبيا كسر بودي أما شو مال يعني وقتي قبو بل الجوق بيل وداذي أما كذا سلا سوا كلا يسوى بودي تتجافى جنوبهم عن المضاجع وتعبير يعني منتهى التعبير لحب رب العالمين بحيث من يعني يدعون ربهم خوفا وطمعا أيدي كلا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما هبين كود ربي قود سبحانه جل جلاله
waxay ku waabarisan jireen ama heebeenka ay ku bari jireen sujadan wa qiyaama saajidiina qaa'imiin oo in yar dhulka ma dhigaan. Nacam, walaakin kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun. Hadihi sifaatuhum. Faya akhi, anigu aan iska bilaabay adiga ay maqlayaan aan kugu xujiye kulley aniga unbaaba dhagtayda kaaga dhowaan badan hadalkayga oo aniga aad isu maqlaya adiguna i maqal. Sifada ma leedahay? Hadday jawaabtu tahay laa, waa inaad baxdishaa, waa inaad raadishaa. Alimaam xasan albasri wuxuu yihi baab muqlaq, albaab kuwa kaa xidhan yahay. Albaab hadduu xidhan yahay, waa inaad albaabka gargaraacdid. Albaab haddaad gargaraaci weydid maba lagu oga goorma lagaa furayaa. Laasim waa inaad daydaydaa. Laabudda intaad adduunka joogto aakhira tegin waa in aad salaadaad ku macaansanayso heshaa. Waa in salaadaas macaankeeda adiga iyo furaashka dhexdiina jaf waa ay martaa. Waa inaad ka soo boodaa furaashkaaga. Dadka oo wada jiifa waa inaad beenayada Ilaahay istaagtaa. Dabadeed waa inaad qiyaam dheer tukataa. Dabadeed waa inaad ku macaansataa. Haddii aad macaan ka hesho fabiha wa nicmat alxamdulilah, khayr badan baad heshataa, wazaadaka allah in shaa allah. Laakiin haddaadan haynin wax weyn baa kaa maqan. wax weyn baa kaa maqan. Xalaawat aliimaan waa kaa maqan tahay haddaadan ku macaansanin. Hadihi sifaatuhum. Qisadii waad maqasheen labadii saxaabi ee ka soo noqday ghazwa maca rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam. Nebigii markii iyo asxaabtiisa ay soo noqdeen oo ay meel degeen habeenka, wuxuu yidhi caawayaa ilaala noo qabanaya man yakla una leyla. Laba nin baa tidhi, mid muhaajiriin mid ansaariya, annagaa qabanayna. Habeenkii bay kala qaybsadeen. Midkii habeenka qaybtiisa hore qaatay, kii kale walaalkiisa wuxuu yidhi iska seexo, anaa markaa habeenka naskii ismaraya ku kicin doonee. Ninkii waa seexday saaxiibkii ahaa, isaguna intuu meelaha iska farfadhigi lahaa ama wakhtigiisa wax kale ku dayaci lahaa salaad buu istaagay. Wastaftaxa suura, suura qur'aanka ka miduu bilaabay. Nin gaal ah oo dadkii maanta muslimiintu ay islaayeen ka mid ah oo doonaya inuu ka aargoosto muslimiinta ayaa soo raad raacay jeyshkii nabiga calayhi salaatu wasalaam. Mucaskarkii meeshii ay jiifeen buu, meeshii ay degeen buu dul yimid. Wuxuu damcay markaa inuu dhiig daadiyo oo aargoosto. Wuxuu arkay nin taagan oo habeenka mugdigiisa nin taagan buu arkay. Wuxuu ogaaday inuu yahay xaariskii ama ilaaladii loo xilsaaray. Wuxuu yidhi marka isagaba baan ka bilaabo oon ka aargoosto. Fallaad buu ku tuuray, way ku dhacday, wayna ka dhejisay, ma goynin salaadii. Mid labaad buu la ilaashado, waa ku dhuftay, waa ka dhejiyey, ma goynin salaadii, suuraddii ma kala goynin. Middii saddexaad buu ku dhuftay oo ka dhejiyey. Tii saddexaad markii ay ku dhacday ayuu rukuucay oo sujuuday oo salaadii ka baxay oo ninkii walaalkii ahaa kaciyey. Ninkii walaalkiisa markuu kacay oo arkay ninka walaalkiisa oo dhiig da'ya ayuu kacay, gaalkii buu eriyey. Waa soo noqdo su'aal badiihi oo wajiihu weydiiyey, su'aal caadi oo dabiiciya. Wuxuu yidhi, yaa akhi, saddex fallaar baa kugu taal. Midda ugu horeysa inay faj'a kugu dhacdo adiga oo aan ka warhaynin waade waa macquul. Laakiin tan labaad iyo tan saddexaad maxay kugu dhacday? Leesh, maxay kicin weysay? Yacni fallaarda ugu horeysay markay kugu dhacday maxaad u sugtay ilaa fallaar labaad ay kugu dhacdo oo mid saddexaad kugu dhacdo? Marka ninkaas jawaabtiisa maqla, arrintiisana la yaaba. Ismacuu ilaa jawaabihi watacajabuu min xaalihi. Haddiiba dee cajabay nagu jirto, haddii aan wax dareensanayn wax naga maqan yahay. Wuxuu yidhi, yaa akhi, kuntu aqra'u suuratan min kitaabi illah, suurad kitaabka ilaahay aan akhrinayay. Fakarihtu, waxaan kahday oo necbaystay an aqtacahaa, inaan kala gooyo suuraddii ilaa aan ka dhammeeyo. Marka saasay ugu kaliftay inaanan kala goyn. Weliba intaa ma aha,
ولولا أني أضيع ثغرة وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظها لقطع نفسي قبل أن أقطعها. هدانا كبقين إن أنت عندعو أما سوحو أما دنتو نكاس قالك أو مسلمين توحيا ليو وسيدا أن كن نقضن نضيعي ألمي مسؤولية دي لساري تاد أنا كبقين نفتي ذو قوين لها أنت أينا سورة دكولا قوين يعني ما كل جوجيين وقلت فالله ردو يقول افتح توا. هذا هو هذه هي الحلاوة هذه هي الحلاوة. مركزها وحان لها هذا زمن كان بل إننا مسلمين الحمد لله ولي أهل القرآن كأها أهل المسجد كأها إما ساعدوا سورة بالله فالله ريكو قتمت فالله حقا كتمت. هذا الموبايل وينه فين آيفون أي جالكسي ومن أي شيطان غيره يعني. إما ساعد الله ريكو قتمت ما كلكو يسي سورة دي مسمية اسأل نفسك بل اسوي دي إن بدن أذو كتابك إلهي كالفوري أو سورة بالله تليفون فلار لسه نفترك يسوى الله فلار موقت فلار بسوقني فلار ده بسوقني ما كلا قويش سورة دي ها إن بدن بديش. فقارن بينك وبين هذا الصحابي معانك وهلي يا معانك أذيك كام مقن بل هل كاش نفير توفيق ده الله نوفجي ولا ليان خصلة ده أوه الرئيسة سببته أوه الرئيسة من أسباب حب الله من أسباب حلاوة الإيمان وحوي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الله حب جيسا وحي المركان كهذا الله واختقنا وأسكير يا هبال ليلي. ولكن حب الله لا بد منه في كل جلسة إن إلهي ربي كهذا الله وأسجح لي سينه لأن أساسه هذا الدين هو حب الله عز وجل. الله من هو وربك كانكو أبو ريوال الله كان أذيقوا جرين جريتان كسيوا نعمة الإيجاد كان كسيوا إن بدنا ذي قبل غشينا كوع العلية دولة ذها دولة ذها سود انت سميستي حدودها سميستي ما أقل قفان إيا كم ذهين إنو ودن كو ذا سوق له إلا وفيزة سوقاته فيزة بصبور إيا فيزة سوقاته فيزة كسوق قال يعني هذا ماشان إذا كسوق بقضي. لكن مركي مملكة رب العالمين أن إيماني هذه قلنا هذه إيماني شيء في زمة توقعتني في زمة توقعت ما توقعتني طلب ما قدمتي إلهي وحن ربعين أن مملكة هذا بقرته يد هذا أدو يد اللي لا أنا وحوجي كقيب قالون أما المجوج ما تري ما ذنبهن. فهذا كرم من الله ونعمة أن استحقاق هر اللهين استحقاق وحكم إلى طلب قفكو إنه طلب قدمه إلى إلهي وحربا إنا دوك إن كانت ما أدهن. فابتدأك بنعمه بقوة باللوضي باللوضي أنك بالله بنينا تخطبة جمعة أنك شيء غيي وباللو أن اسكوا ذي إلو لإنتهى نبضا. الله رب العالمين وحن قا أبو ري أولا وبادئ كل شيء تراب ثم من نطفة عنوف بلنا قابوري ما مهين في بعض الآيات ألم نخلقكم من ماء مهين بيا ضعيفة ومستقدرة وساعد هدي ميل أيكو أيالان يعني ما مر الله مر مرض أي مرض أي جارا ليش كنا قيو تحصل لنا قابوري سأذن كبر إيه إسقاط قادد أذن ربي جاء أذن وكبرني أوامر تيسا وقو حلقة أبو ري نطفة من ماء مهين ومن عجيب صنع الله بها يقع إلا نقوض أبو ري تحول بعد فترة إلى علقة علقة وما العلقة وحلقوا فسري إلي إنو علقة أيتاي دما متجمدا يعني ديك ديك أما حنجر ديك. وفي بعض العلوم هذا وحلينا علاقة ما يوحلو يري لأن مركي حنجر ديغا نقطي إسلام مركي حدد بابا إلهي سبحانه وتعالى كحريو حدونتا حدون ميل نقندونتا
iyo amcaada ama xiidmaha hooyadaaba ilaahay isku sii xiray, marka halkaasayba ku xidhan tahayba mucallaqa hunaak naxdu ahli cilmi saasay dhaheen fahiya calaqa daman mutajamida caaliqan fii jidaari raximi ummik ayaad ahayd ninkaaga weyn ee maamuuska iyo sharafka iyo magaca iyo maamulka leh yowm min alayaam calaqa ayaad ahayd. Ka fiirso had iyo goorna xusuuso markaad khusuusan rabbigaa wejigaaga markaad dhulka dhigaysid ee subxaana rabbii aad leedahay rububiyadaa ka dhadhami maalintaad calaqa ahayd kan ku ilaaliyey ee ku xifdiyey ee ku weeleeyey ee kaa ilaaliyey hooyadaa dhaqdhaqaaqa ay dhaqaaqaysay inaad ka soo daadato fa huwa rabbuka aladii rabbaak rabbuka aladii khalaqaka min calaqa calaqa laga abuuray yaa diidi kara hadda man yaba bilcaks zamankan la joogo iyo culuumtan iyo teknolojigan iyo waxyaalahan horumarkan gaaray waxay dadka ilaahay uu sii tusiyey aayaadkiisii oy arkeenba oo ilmihii waaba la sawirayaaba calooshooyadiisa ku jira marka uu calaqo yahay baaba la sawirayaaba usbuuca hore usbuuca labaad usbuuca thaalith usbuuca saddexaad usbuuca lixaad labiyo afartan beri sida xadiidku ay ku timid inuu ka baxayo nutfa oo calaqa noqonayo kulaha bitaswiir baaba ilaahay tusayba sanuriihim aayaatina fi laafaaqi wafii anfusihim xataa yatabayana lahum annahu alxaq hadi min hadii alcalaqa rabbiga kaa abuuray fa huwa rabbuk kadibna aad gabal yaroo hiliba noqotay min hadihi alcalaqa xawalaha rabu alcaalamiina ila mudqa mudqa waa laxm sagiira laxmigaas bacda mudda ilaahay cidaamkaa wuu ka abuuray allaahu rabu alcaalamiin si uu kuugu diyaariyo in aad adduunka inta aad joogto aad taxaruq samayso ood dhaqdhaqaaqdo ood seexato ood jiifato ood fadhiisato ood kacdo hal laf kaama dhigin wuu kaa dhigi karay walaakin lafo badan buu kaa dhigay sulaama xubno ama yacnii xubno iska dheh saddex boqol iyo lixdan xubin iyo laf ayaa lagaa sameeyey oo kala duduwan qaar dhaadheer yihiin qaar yaryar yihiin qaar mujawaf yihiin qaar kuwa isgala ilaahay ka dhigay si aad u kacdo ood u fadhiisato oo aad u joogsato oo aad u sujuuddo oo aad hawlahaaga u qabsato meel kaleba ha aadin bal gacantaasi mise xubin bay ka samaysan tahay gacantayda ma aragtaan mise ma ujeeddaan ma aragtaan shayfiin soo ma aragtaan halkii usbuucba halkii farba saddex unmula wax la yidhaha biluga alcarabiya ayuu ka kooban yahay saddex saddex xubnood xubin waa taas tanna waa mid kale tanna waa mid kale liish hal laf muxuu ilahay uga dhigi waaye hal laf haddii leeyahay laga dhigi lahaa uu kaaga dhigi lahaa maadan waxba qabsan karteen saana maada dhihi karteen saana umaada fidin karteen waa saddex iyo saddex afartaas laakiin kan maadaama uusan isagu ku wada wareegayo oo suulka laba keliya isaga laga dhigay afartaas isku meel baa laga dhigay kanna gaar baa looga dhigay si ay kugu sahlanaato inaad wax u qabsato marna aad dabaq ka dhigto wax ku shubato marna aad soo koobto oo ay kuu noqoto ma garanaysaa aalo aad wax ku dirjid ama wax ku feertid ha man facala hada rabbuk laa ilaaha ilaa hu intaasoo xubno mid walba midda kale itisaalka iyo xiriirka ka dhexeeya arbita ilaahay u sameeyey adag oo aan kala go'aynin oan kala baxaynin waxyaala xarko oo isku xidha oo min cindihi uu ilaahay sameeyey jalla jalaaluhu ma jirto xubin xubnahaaga ka mid a oo waa laga hadlayaa haddii la yidhaaha takhasuska zamankan dadka iyo dhakhaatiirta ay ku takhasuseen waa dhegaysanaya daa tidhaahay laa tanfani ma dhammaani waxaa lagu leeyay soddon sanuu baranayay indhaha adiga mise sanaad baratay si aad wax u fiirisid kam sana dhakhtarkan waxaa la dhakhtarkan waa dhakhtarkii indhaho soddon sanuu ku takhasusay muxuu ku takhasusay ishan inuu barto siday wax u aragto dhibaata hadday gaadho sida loo daaweeyo alimaam ibn alqayim aljawziya fi kitaab miftaax asacaada wuxuu yidhi indhuhu
شحم بي كسم يسيهن شحم يعني برور. لذلك وحويري اللي انت أما بيها إن لها إلهي ملوح وكدقي وحكدقي بيا ملح عصبلة أيو كدقي لأنه وشحم يو هدي بيا معانا أهل هايين إيش هو فساد له وغرم له مركا إلهي وحكدقي بويدي بيا أنا ما رأيت اللي انت والبرد دمس اللي انت هذا أم لينه بس مركا ديال الدوار دمس شو مرنا أنا ملو هذا سئله فيه وحوير حقوق هلق علي لأنها شحبي بيكسم يسنته سئينا وفسادا وحوير ومن عجيب صنع الله دكتة يظن بيه لا ذاهي أو حن أو سخض أو محال سومالي أف سومالي دورنجري ها أف سومالي محال كل هجرني وأف سومالي وأسكسي تجيابي أحوله لوكي لوكي سومين ها لوكي محاخر اللغة دقي مش ويديس هذا هو وسخ كسر من بدل هذا حكمة كجرت ما ويديس هذا خاطر تودي وح إلهي وقد جيب وكله يعني لأنه بهلا ذا يري يرك يا قرآن جدا يا وحي الله المرك هتجيفته إلى إيش كلام بالرمان مش ما قال كران أدي ود وادم بيها سدلي كم حكمة الله فيك وحير إلهي لا بد نقول لا بك هذا جاي إن دحنا لا بك هذا جاي سنك ما قوى سنك سنك ها سنك هل لأن الله بس هدي أهل الله وفول حمال الله بالإنسان لكن إسقوا حد هل سنة أي إله إلا بدو لا يلوش ما يبوي أو جدار ودح يسيء فاصل كلا جوية فاصل كلا جوية محو إله وش ما يي حويري ومصب ومل وسخدة مسكح ذكتي ما ده أي أنت بدن أي شو مرتو مركم مر مر كقار كيس أي مسكح ذو النفيس يسو أي وسخ ذو سود دين يسو لبو إله ككلا دقيقة مد أتكن نفسته يمد وسخ ذي كحر ناتو معنا لبدي بعد إيش حران نفتي وماشي جوك سنيس من صنع هذا الله رب العالمين وين صنعها حقوق سمي تحت ظلمات ثلاث ظلمة البطن وظلمة المشيم وظلمة الرحم نعم كألا كشي جل جلاله وحو يريد اختر ما لن دويد ان وذفدني لا نين اختر وايو قدر ودي جوقنا وحو يريد انك عمارة ان دقنا هي عمارة ما بلدنك ان دقنا هي نينك اسكاله وحو لي هي بو يريد الى سقال اما طبا عمارة دوت يعني بشي مشهر كسوق له مليون ريال يعني الى صدح بقول iyo 70 kun dollar ku qiyaas ayaa soo gashweeyay bishii mushaar ahaan yani oo helabo laakiin labada kaliya ka faristay marka usbuucii laba goor ayaa laga soo meeyraa ayuu midna yaroo iga soo horjeeda oo mushaarkiisu iska yar yahay ayaa wuxuu yiri aan ku maalin dhawad aan la hadlay waxaan yiri ka waran ninkaas maal qabeenka lacagta soo gasha milyan ka riyal bishii soo gasha ee kulliida laga meeyro usbuucii laba goor maalkiisii uu xisa qaado adigana caafimaadkaaga si mayeel leh mayeel mayeel waana faqir buu rahmu maajid ma عنده شيء arka laba goor ba usbuucii laga soo meeyay adiga kulliidaadana wuxuu yiri maalintii waa ban iloobay laakiin maalintii wuxuu ugu yaraan 3 iyo 6 goor أي شقذي إنك هاسم إيش اللوقو قبل لها في كل يوم 36 مرة أي ميريتان كاس أي جلي سابو لكن لداس وحاو سخذا أي عن تذا عنيشو أي كلا سفين إيشا أو منافع دي جرك أدر إيشا وحي وسخنا يجو بول أي كادي أو قرونا أي كاس هار إيشا كم دفعت ما غاب عن شيء مركب ولا ليال الله رب العالمين هذا الملك اللي بتجد نفتا هذا مركب دب إيش وقول نقطه ماذا جعلاني ما جعلاني شيء إله مش ما جعلاني شيء تحبه أو لا تحبه أحبه هو الحبيب الأول وحكو سيه وحن عدك لا يسا كسين لقو سين كرين هذا الأوغلين هل إل كان هل إل إقائيبي أما هل دك أما هل سمعي أو نلك مقيس ودهب قادي يلي ميشد فمن أعطاك هذا رب العالمين أما النعم العامة مركا لغا هضلو للكا يا عركا يا بيها يا دبيلها يا هودا شكاد وانا ما تسمى
وقتك واحد ماذا بركة توفيق الله نوفجي أولا وقبل كل شيء إلهي حب قيسان كده دالنو حب الله سين كهلينا كثرة الكلام عن نعمه نعم كيسينا هذه يقر كشكينو وهذه يقر كهذلنو وحقو يعني أرن معها مشكلة أرن حقيقة علمي فربضك هقبهن معها حيقبها أنت هنا برتو سيدات ربك وقشكين له هذه يقر ونعم كيسة هذه يضدك كلكم مغلية أجعل يسين له ليحب الله إن أد ربك سبحانه وتعالى كعبسته بطشقيزي أخذ قيسة إن هذا آخر الربيس كل كيسة سبحانه وتعالى إن شاء الله لقيهن اللبات كل كان اللبات من كجهل الدنيا يوم القيامة ولقاء الله عز وجل حتى هذا برنامج يقول درينا نيجا كعد سنة يقول بدلان لأنه وضروري إن هدي يقول إيش حسوس إنه حب الله والدار الآخرة أي حب رسوله صلى الله عليه وسلم إيه أنا ضدك ولا لها جعلاته تحبهم لله إلهي درتي سناد جعلاته إيه إن أت كفر نعذو قلبا وقالبا أت نعذو على مذهب هذا نواتان شيغني توفيق الله نوافجي الحمد لله اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أنا إن شاء الله ودعينا يا الله نقبله لكن أنت أنا دعيني دعاء نس وظفرنا ولا لا يا الله رب العالمين وأرحم الراحمين سو أرحم الراحمين أيها الذين أقدر القادرين هيو وعلى كل شيء قدير هرت ولي هاي سورن أرنكو هاي ستا إلى هاي ما سمين كرام سمايا قلبي أغتاك إلى هذه شيء كسر إلهي وقادر هذا هو أرحم الراحمين إسكا إسكو سفي إنو يهي سميع الدعاء دعاء إنو أقبله دعاء لكن وكال دوانتهي إلهي وحكاربا دعاء إسو ججبي سي وإسو بهم به سي ودعوي ذي أو يعني انكسار فربضا يوهم بضا أدت من الله كاربا مركز إلهي أردت هذا بصيني إلهي أردت أساس تهي إلهي دعاء النبي نغشيكي ذكر رحمة ربك عبده زكريا لا إله إلا الله لا إله إلا الله زكريا دعاء وكدعا استي إلهي ونوس النقلي أنا أقول بريا يعني إلهي وحن ليه سيدها سوك لأي بريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا وتعليم للدعاء ودعاء إلهنا بريا يعني زكريا مركو ربي يسليها يا ربي لفهي قيبا جلعي أو دأبا قاري أو تمهي قيبا عضاضي من الكبر إلهي من الله شكو بهي سواء الله موقع ما إلهي مو شكي وما شكي وعبنا يا وعلى علي إلهي وحالك يقصد أول ساسا نقضي هاي محربة ما أنت وحن وتا أرين دتكم مركي في ريان مستحيل ويليه هو محي أنا دأ ذا أو إسلام تيدون أي عاقر تهوين وحبر دلين أيان هذا ما أنت ويلكو ويدي سنيا يرثني ويرث من آل يعقوب إلهي وكك أجيبي يحيى سيئ سلاس وكلا لنا وقبحي ورقفك يدن له قبر يدن له ويل يا قبر كادون طبعا نقو دعاء ربك أنا أمبرنه واختيها إجابة أن كعنه هبينك قيام الليل انت تكنه أن أوينه بل إن أدوه إذا إسكدي وتله يا ربي ما لي غيرك إله يؤردت إذا إلى أدي حل سهلك هكا كعما يدي إله يلحى وجع ليه مركتاسا إسكبورنا كل إن شاء الله ومع ذلك مجمعا سيمد بركذي سان رجينينا
إن إلهي نغا أقبله، لأن حديث صحيح جرو النبي عليه الصلاة والسلام ما دعا ملأ وأمن بعضهم إلا أجابهم الله، رواه الحاكم ووافقه الذهبي، وذكره الإمام ابن الجزري في كتابه حسن الحصين ووافقه عليه الشوكاني. قوم ملسوا مي مادان قاركو دم الدعيان كو كلنا آمين مرهان إلا أجابهم الله إلهي واك أجيبا سيدة صدرتين إله دعاء نقا أجيب إله نودا بداف والدينتين نودا بداف اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا إله وحق ويدي سنين أولا وقبل كل شيء صلاح هي هداية إنا نهان ونسو إنا حبك نسيسو حلاوة الإيمان إنا نسيسو إله جلسنا إنا نودا بدافتو تيلا نودا بدافي وخير كالآن كلا نقول إنا نغلقتو يا رب العالمين. ثانيا دتكم ولا لهن سيدة خاص كأنه سوى يديستي دعاء إلهي أمراتك ودأ أسهل إلهي أمراتك ودأ أسهل إلهي قف كيبك أما لغبك إلهي نعافي إلهي كل نعافي كيبك إيا كان لغبك إنت إنبا إلهي عافي ماذا ما قلبت ويديسنين أي قف مكروبه كربيسن كربدا إن إلهي كفيد أبدا ولا شأنه المهل قاتي إلهي المهد الله سعلي فضل الله تعالى نسأله بهذا الجمع المبارك إلهي ما كبر إينا إن إلهي قلبي قد أقبل جيو المهدن إلهي مشروع عليم تاكلي ولا شيء نهي شيء قلي سائل ما ركت قوانينتي شروع دي وراقه الغد بي الله تيسيري سيد خير لنا الله وافجي كل قلنا إلهي انت ما يغل الشفر لذا يا رب العالمين قف القوة إنك إنا قمدا مراد بوليها خاصة قف أقودي كرا عد أقودي كرتا إلا الله مجران سوساس ما يقين سني فيا ربي اقضي حوائجنا قفل بأن قال من حاجة لسأل الله قل حاجة لسأل الله سيء إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وحنكابرين يا رب العالمين تدك إنه ولا لهن ودن كي جوغ إروبك وكقو أي إنا إله رحمة هذا سيش إله رحمة هذا أشب إله رحمة هذا أشب إله أبارت كسر إله علاد كسر إله أذيق أمبادق كريه داق هذا كف ليسي وضدك له باهنن يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى جزاكم الله خير.